من هو غوث الزمان؟ سؤال يأتينا دائما، من هو غوث الزمان يا شيخ مخلف؟ وأريد اليوم أن أجيبكم، من هو غوث الزمان؟ نحن في زمن أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نعمل إحصائية عندنا أكثر من 30 غوث. كل طريقة موجودة في هذه الطرق اليوم يقولون شيخنا الغوث إلا من رحم الله، فهل هذا حق؟ هل صحيح أن كل الطرق الموجودة شيخنا الغوث؟ نحن نقول شيخنا الغوث، الطريقة الكسنزانية شيخنا الغوث، النقشبندية شيخنا الغوث، البرزنجية شيخنا الغوث، البرهامية شيخنا الغوث، الخليلية شيخنا الغوث، التيجانية شيخنا الغوث، كل الطرق كلهم يقولون شيخنا الغوث، الكركرية شيخنا الغوث، العيساوية شيخنا الغوث. السؤال طبعا مع الاحترام لجميع الطرق التي ذكرت، مع الاحترام لجميع الطرق التي ذكرتها، مع الاحترام لجميع مشايخها، فحديثي ليس موجها للمشايخ، فكل مشايخ هذه الطرق أهل خير وأهل صلاح وأهل بركة إن شاء الله تعالى، هذا ظننا بهم. إنما حديثي عن المريدين الذين يتشدقون ويتفيقهون ويتبجحون ويتباهون ويتفاخرون على الناس. طيب، أنا كصوفي مطلوب مني أن أحترم الجميع وأن أتأدب مع الجميع وأن أصدق الجميع، فهل هناك معناته كل المشايخ أغواث؟ فهذا لعب وهذا استهزاء بمنهج الطرق الصوفية. الغوث واحد، والغوث حتى نعرفه لمن لا يعرفه، الغوث هو خليفة الله في الأرض في كل زمان. في هذه الأرض يوجد عدد من الناس، لا بد أن يكون واحد منهم هو الأصلح، هو الأقرب، أكثرهم تحققا بمقام العبودية، أكثرهم تحققا بقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ورجل عبد الله حق العبادة واستقام كما أمر واتبع سنن النبي وأدى النوافل والتزم بالآداب، كان لله كما يريد فكان الله له كما يريد. هذا الإنسان أصلح رجل في هذا في هذه الأرض في كل زمان، كلما مات جاء أحد بعده. وفيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 يبعث الله لهذه الأمة من يجدد أمر دينها. الغوث واحد، القطب الفرد واحد في كل زمان، هل نعلمه نحن؟ والله وبالله وتالله الذي يعلمه ويعرفه حقيقة لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة ولو تكلم لقطع لسانه. قوم بالسر إن باحوا تباح دماؤهم. غوث الزمان القطب الفرد هو خليفة الله في الأرض، الذين يعرفونه، الذين يجالسونه، الذين أطلعهم الله عز وجل عليه، هم أهل أسرار وأهل أنوار، لا يمكن أن يتكلموا، لا يمكن أن يبيحوا، لا يمكن أن يقولوا، وفي ذلك حكم عظيمة. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك أنصح كل السالكين، أنصح كل المريدين، اجتنبوا هذا الحديث. من الغوث؟ من هو الغوث؟ ليس هذا شأنك، المطلوب منك أن تتأدب مع شيخك وأن تعتقد فيه الكمال وأن تعتقد فيه الفضل الكامل وتلتزم بما أمرت وتستقيم كما أمرت وتتقي الله عز وجل. هذا ما أدبنا عليه مشايخنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على